السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب يعني بالجميع وعودا حميدا، وكل عام وحضراتكم يعني بخير، وإن شاء الله عام دراسي موفق للجميع بإذن الله. أتمنى إن الصوت يكون واضح لحضراتكم. تمام، وأتمنى إن الشاشة كمان يعني بالمرة بقى يبقى الشاشة كده واضحة لحضراتكم، ولا الشاشة نشوف الشاشة مع حضراتكم. الشاشة واضحة، تمام الحمد لله. يعني برحب بحضراتكم مرة تانية، وبرحب أيضا بشاعر الإطباء عبر نظام إدارة التعلم البلاك بورد. والهدف من تدريبنا النهاردة أو من لقائنا النهاردة، في أول لقاء في الفصل الدراسي، هو ان احنا نعمل زي يعني ريفرش لمعلوماتنا، او يعني نسترجع بعد الاجازه، نسترجع كده بعض المعلومات عن نظام البورد اللي احنا بنتعامل له او بنتعامل بيه. لذلك احنا طيب، هل دكتوره فاطمه اتفضلي، هل صوتي كده اوضح او كده النت عندي افضل؟ هل لسه الصوت بيقطع؟ هل الصوت لسه بيقطع ولا الصوت كده اوضح؟ طيب تمام. طيب انا اعتقد كده ان حضرتك يا دكتورة كنت علامة رفع اليد عشان توضحي لي حاجة زي كده، فهل في شيء تاني ولا عشان لو حضرتك عايز تستخدم الميكروفون يعني؟ طيب خلاص تمام. فاحنا ان شاء الله النهارده لقائنا عن البلاك بورد. طبعا حضراتكم جميعا اتعاملتوا مع البلاك بورد قبل كده وعارفين كل شيء عن البلاك بورد، لكن يعني هنمر كده مع بعض على البلاك بورد بشكل عام. ايضا ممكن يكون البعض من حضراتكم مثلا لم يعني ما تعاملش مع البلاك بورد قبل كده، او مثلا منضم حديثا للجامعة، فإن شاء الله إحنا هنتعامل النهاردة ونشوف هيكون لقاءنا على البلاك بورد. طبعا يعني وأنا مع حضراتكم قبل ما أبتدي اللقاء، وإحنا في الأسبوع الثاني، فهل لحضراتكم برضو يعني في أي مشكلة واجهت أي حد في حضراتكم في البلاك بورد خلال الأسبوع الماضي، ولا الأمور كلها كويسة وتمام؟ طيب يعني كده انا وصوتي واصل لحضراتكم. طيب تمام. هنشوف دلوقتي مع بعض، اتمنى بس ان الصوت يكون واصل علشان نبتدي اللقاء، لان السؤال اللي فات ما حدش يعني رد عليا، فاخاف اني تمام الصوت واصل. تمام. يعني ان شاء الله هنشوف مع بعض دلوقتي حضراتكم لما نعم، احنا يعني انا بحاول ان انا في يعني ادي فرصة لبعض الزملاء اللي لسه ما انضموش او يعني لسه هينضم، بحيث ان اول 5 دقايق او 10 دقايق بيكون حوار كده وتوضيح لحضراتكم يعني. فاحنا باذن الله دلوقتي هنشوف مع بعض، وزي ما حضراتكم عارفين ازاي بتتعاملوا مع نظام البلاك بورد وعملية تسجيل الدخول على نظام البلاك بورد. زي ما حضراتكم عارفين ان الدخول على البلاك بورد بيكون عن طريق الرابط، بيكون عن طريق الرابط المباشر. يعني حضراتكم لما تحبوا تدخلوا نظام البلاك بورد، الطريقة ايه اللي بتستخدموها؟ الطريقة اللي حضراتكم معتادين عليها اللي هي طريقة تدخلوا على الجوجل وتكتبوا جامعة القسيم، وتيجي على صفحة الجامعة او اللي هو موقع الجامعة، ومن خلال موقع الجامعة حضراتكم بتدخلوا على بوابة الدخول الموحد من هنا، تمام، او حضراتكم بتنزلوا للاسفل كده، ومن اعضاء هيئة التدريس بيكون في حاجة هنا عندنا هنا اسمها التعلم الالكتروني. من خلال التعلم الالكتروني حضراتكم لما بتضغطوا على هذا الرابط او على الايكون كده، هيفتح
مع حضراتكم الرابط الخاص بنظام البلاك بورد. يعني احنا نقدر ندخل على البلاك بورد من خلال موقع الجامعة. من خلال ايه؟ من خلال موقع الجامعة. طيب المفترض ان هو يفتح معايا دلوقتي اهوت، اللي هو البلاك بورد، بس انا حاسس ان هو في بطء شوية دلوقتي في النظام. يعني انا دلوقتي بفتح، فحاسس ان البلاك بورد معايا في بطء شوية. ايوه تمام، هتلاحظوا حضراتكم معايا ان احنا دخلنا عن طريق الايه، دخلنا عن طريق موقع الجامعة، عن طريق موقع جامعة القصيم. النقطة اللي عاوز او اللي حابب اوضحها لحضراتكم من هنا، ان في بعض الاوقات، في بعض الاوقات ممكن حضرتك تيجي تدخل على موقع الجامعة، تمام، زي ما حضرتك شايف ده موقع الجامعة، تدخل من بوابة الدخول الموحد او تدخل من تحت زي ما قلنا كده من اعضاء هيئة التدريس، وبعدين تختار التعلم الالكتروني. في بعض الاوقات صباحا ممكن تجد ان موقع الجامعة نفسه مش شغال، يعني ممكن يكون في صيانة مثلا لمدة ساعة او نص ساعة حسب الصيانة اللي طبعا يعني بتنبهنا بيها عمادة تقنية المعلومات. لذلك في الحالة ديت الدخول المباشر هو الأسرع والأفضل. الدخول المباشر إزاي؟ إن حضرتك بتيجي على الرابط ده، الرابط اللي حضرتك شايفه ده، هو طبعا هوضحه لحضراتكم هنا في الشات أهوت. الرابط ده بمجرد إن حضرتك تحتفظ بيه عندك على الجهاز، على اللابتوب، مجرد بس إنك تضغط على هذا الرابط هيفتح معاك البلاك بورد مباشرة. يبقى إذن دلوقتي ده الطريق المباشر والوصول المباشر لنظام البلاك بورد، اللي هو الرابط اللي أنا أرسلته لإيه لحضراتكم. طبعا الطريق العادي، الطريق التاني، طريق اللي هو موقع الجامعة، وندخل من موقع الجامعة وندخل عن طريق الموقع، ندخل عن طريقه لنظام البلاك بورد. طيب الجزئية اللي بعد كده، إن إحنا بعد ما وصلنا إلى النظام البلاك بورد زي ما حضراتكم شايفين معايا، بيبقى عندي طبعا زي اي نظام لابد ان انا اسجل دخول، لازم ان انا اسجل دخول، وهنا بعمل ايه؟ دخول بالايه او اللوجن بتاعي. اللوجن على نظام البلاك بورد زي ما حضراتكم عارفين بيكون عندي يوزر نيم وبيكون عندي باسورد، يعني لازم يكون عندي زي اي نظام في الدنيا لابد ان يكون عندي اسم المستخدم وعندي كلمة المرور. واسم المستخدم هنا زي ما حضراتكم عارفين بيكون الرقم الوظيفي، بيكون الرقم الوظيفي، وفي كلمة المرور بيكون عندنا هنا رقم الهوية أو رقم الإقامة، رقم الهوية أو رقم الإقامة. وبعدين بنسجل دخول عن طريق اللوجن، هنا بنضغط على لوجن وندخل من الإيه، ندخل على نظام البلاك بورد زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. هيفتح معايا البلاك بورد بعد ما بسجل دخول ويفتح معايا. طب لما هيفتح معايا البلاك بورد هيفتح على أول صفحة اللي هي بنسميها الصفحة الشخصية الخاصة بالمستخدم، يعني هتبقى الصفحة الشخصية الخاصة بحضرتك. يعني أنا داخل دلوقتي على الصفحة الشخصية الخاصة بيا زي ما حضراتكم شايفين، بيبقى الروابط اللي حضراتكم شايفينها، رابط المؤسسة، المقررات الدراسية، طبعا في بعض الروابط بتبقى موجودة عند حضراتكم وبعض الروابط مش موجودة. يعني مثلا رابط زي الرابط ده اللي هو مسؤول النظام ده مش هيكون موجود عند حضرتك. ليه؟ لأنها صلاحيات في النهاية، هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعة من الصلاحيات. فحضرتك يبقى عندك رابط المؤسسة، رابط المقررات الدراسية، أيضا ممكن رابط الجماعة أو الخدمات، لكن في بعض عشان الصلاحيات فمش هيبقى في بعض الروابط مش موجودة عند حضرتك. لكن على اليسار كده في الأعلى هتلاحظ حضرتك هنا فوق شعار الجامعة على اليسار، هتلاحظ حضرتك الاسم بتاعي موجود. يبقى إذا الاسم المستخدم بيكون هنا إيه، فوق على اليسار زي ما حضرتك شايف. ومن خلال طبعا سواء بقى ده كان المستخدم كان أستاذ أو مدرس أو طالب، فبيكون نفس الإيه، نفس الفكرة. يعني من هنا من الجزء اللي على اليسار هنا اللي فيه الاسم بتقدر تستفيد حضرتك من، يعني عندي هنا خيار مهم جدا اللي هو
الإعدادات.